فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. نعم، الذي ينتصر للباطل ويساعد الظالم هذا إذا مات على هذه الخصلة فإنه يكون يموت ميتة جاهلية. نعم، ميتة جاهلية، سواء ضرب بيده وشارك في البطش أو بلسانه، ناصر المظلوم بلسانه أو حتى بقلبه أو بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه، فهذا يموت إذا مات على إحدى هذه الخصال فإنه يموت على أمر من أمور الجاهلية. وهذا يجب أن يتفطن له الآن من يناصرون هؤلاء المخربين. نعم، الذين يفجرون ويروعون ويسفكون الدماء ويروعون الناس ويفسدون في الأرض، هناك من يؤيدهم بالكلام أو حتى بالنية والقصد ولا يخطئهم، فهذا يدخل في هذا الحديث ويدخل في هذا الوعيد، فعليه من يتنبه لذلك.